في ناس بتسعى كل حياتها وما بتقدر تحقق حلمها، وبنفس الوقت في ناس من الطفولة بتعرف شو بدها وبعمر كتير صغير بتحقق حلمها، مثل ضيفتنا هلأ كاتبة لبنانية موهوبة من طفولتها كانت عارفة أنه بدها تكون كاتبة مشهورة، وبالفعل بعمر صغير قدرت تنشر أول كتاب لها بعنوان Different Minds، وهلأ عم تشتغل على عدة كتب جدد. رح نتعرف عليها وعلى أعمالها أكثر. برحب بجويس الرئيس، أهلا وسهلا فيك جويس. ماشي، أهلا، شرفتينا. It's our pleasure to have you. رح نخلط شوي بين الإنجليزي والعربي حتى تكوني مرتاحة أنت أكثر. اليوم بدنا نحكي عن أول إصدار لك، كتاب مميز بعنوان Different Minds، رواية فيكشن يعني من المخيلة، وأنت من الأشخاص المحظوظين جويس لأنه من عمر كتير صغير كنت عارفة تماما شو بدك تعملي بس تكبري وشو هو حلمك، صحيح هالشي؟ مزبوط. بأي عمر كنت عارفة أنه أنا بدي أكون كاتبة مشهورة؟ هو على عمر ال 11 انا اكتشفت الموهبه عندي، وعمر 13 كتبت اول فيكشن نوفل لإلي. وعنوانها كان هو The Gift Revealed. هي هيدي القصه كتبتها لانه في كمان عمتي قدرت تلاقي الجيفت تبعي وكتبت لها هيدا الكتاب لإلها. يعني عمتك من الاشخاص اللي اكتشفوا هالموهبه اللي عندك، موهبه الكتابه بعمر كثير صغير، وهي نصحتك انه تكملي بهالمجال؟ صحيح، هي بعد سنة يعني وقتها كان عمري 12 سنة توفيت عمتي، نعم. وعمري 13 كتبت الكتاب. أنت كثير تأثرتي بهالخسارة أو بهالحادثة، بقيت بذهنك وانطبعت يمكن بهالعمل اللي بدنا نحكي عنه اليوم اللي هو Different Minds. ليش قررتي تكتبي باللغة الإنجليزية من البداية جويس؟ أنا كنت بوقتها بقدمة International School، نعم. كنت بعدني صار لي سنتين معلمة الإنجليش، وكنت حس أنه أكتر شيء بقدر أعبر هي باللغة الإنجليزية، وهون بلشت أكتب بالإنجليش، كان أسهل لإلي أني أعبر عن العربي. يعني اخترتي أنه تعبري بها اللغة لأنه برأيك تقدر تعبري بشكل أفضل. مزبوط. بدنا نحكي عن Different Minds. Different Minds صدر أو نشر بأمريكا وكمان بلبنان. خبرينا عن القصة أولاً، قصة كاساندرا اللي من وراء حادث مأساوي إذا بديك بتصير جولي. القصة بتحكي عن بنت كانت عايشة فترة يأس بحياتها وكانت تحب أنه يعني تموت، فقدمت عملت دونيشن للأورغانز تبعها، برعت بأعضائها في حال وفاتها. مزبوط، وهذا غلاف الكتاب عم نشوفه هلا على الشاشه. صحيح، ورجعت بعدين بحادث، تسافر على مدينه مختلفه حتى مزبوط. تنهي حياتها. صحيح، حبيت تتبعد عن اهلها كرمال تموت بعيده عنهم. بس هون كان صار حادث او ازمه، صدمه كبيره بحياتها لكاساندرا، شو كانت؟ مات كثير اشخاص من عائلتها هي وصغيره، فكانت تحس انه جايه دورها. نعم، فبدل ما تقعد تنطر الموت قررت انه هي تقرر هيدا النهار حتى تبطل خيفانه منه. يعني هي حددت موعد وفاتها خوفا من اللي صار مع اقرب الناس لقلبها مثل والدتها وعمتها كمان. مزبوط. وبهيدي الفتره وقتها سافرت صار معها اكسيدنت قبل النهار اللي هي كانت محددته، وبما انها كانت واهبه اعضائها في حكيم كان مجنون شوي حب يعمل اول عمليه partial brain transfer. نعم. على انسان زرع دماغ جزئي. وبما انه هيدي الشقفه من الدماغ هي خاصه بالذكريات، والذكريات بتقول مين هو الشخص، يعني بتعطي الايدنتيتي، وعيت كاساندرا يلي واهبه اعضائها بجسم جديد، جسم جولي اللي هي بنت كثير حلوه ومشهوره بجماعتها، وكان عندها حياه كثير جديده ما قدرت تتاقلم معها لانه ما كانت عايشه بهيدي الحياه. يعني بالرغم من نهايه حياتها الماساويه كاساندرا بهالطريقه قدرت تحقق او تعيش الحياه اللي كانت بتحلم فيها، اللي هي بجسد امراه كثير حلوه وناجحه ومعروفه كثير بالجامعه. مزبوط، هون الايروني اذا بدك بالحياه. صحيح، تزهر. بس كمان في شيء ما كانت تحبه كثير انه الشابية اللي كانت الكل كان يكرهه وما بتحبه بالجامعة وهي منهم وهي منهم طلع خطيبة. بس نشرح شوي للمشاهدين، بتتوفى كاساندرا وبما انه هي وهبت اعضاء بياخذوا جزء من دماغها وبحطوه بجسم جولي. مزبوط. وبتسائب انه هالمنطقة من الدماغ مسؤولة عن الذاكرة. مزبوط. فذاكرة او الميموار اللي عند كاساندرا بتنتقل لعند جولي. صحيح، يعني بدنا نقول شخصية كاساندرا بجسد او بجسم جولي. صحيح، وهي وقتها وعيت عملت حالها انه فقدت الذاكره تبعها لانه ما كان معقول انه تعيش بجسم اهل ما يقبلوا انه حدا ياخذ جسم بنتهم يعيش فيه وما تكون بنتهم.
الشخص اللي واعي. نعم، وكمان في قصة حب نوعا ما بتنشأ بهالقصة. صحيح، أريك هو الشخص اللي طلع خطيبة وقتها وعيت، وكانت هي مصدومة لأنه هي شخص ما كانت تحبه لأريك، وهو شخص كان يتصرف بطريقة تعصيب ويعيط على العالم لأنه كان مقهور أنه خطيبته كانت بكوما. فهون في أمل لكاساندرا أنه ترجع تعيش الحب الحقيقي حتى ولو كانت بحياة شخص آخر. صحيح. القصة معقدة جويس، يعني بتدل على أنه الكاتب عنده مخيلة كتير واسعة. أنت من البداية بتكتبي فيكشن؟ مزبوط، يعني من عمر 13 كنت أوعى عندي حلم، قول هيدا الحلم أنا إذا فيه زيد عليه بقدر أعمله قصة. نعم. وهيدا القصة حتى ممكن أنها تصير موفي. فكنت أشتغل على هيدا المخيلة اللي عندي. كتاباتك كمان معقول تكون من تجارب أنت عشتيها، من يمكن حياتك الشخصية؟ صحيح، هي القصة بلشت أنه أنا كمان أنا وصغيرة مات عدد كبير من عائلتي بفترة. نعم. صغيرة، وهي بيقولوا كمان أنه الكتابة هي نوع من الثيرابي. صحيح، ليش؟ صحيح، فوقتها أقدر وصل أنا هيدي الخبرة يلي عشتها، والكفر تبع كتابي هو بيحكي عنها أنه كل خبرة منعيشها. نعم. يا ممكن أنها تصير، يعني نموت فيها، يعني وقت يكون أنا عندي تنقول 6 أشخاص ماتوا بعائلتي بأربع سنين. يا الإكسبيرينس بخدها وبعيش حياتي إيجابية، يا أما بدها تدمر حياتك. مزبوط. يعني هون أنت أمام قرار كتير مهم. صحيح. يا بدك تستفيدي منها وتكملي حياتك بالإيجابية، أو بدك تتوقفي عندها وتتدمر. صحيح. وهيدا الكفر. هون شو عملتي بهالكتاب جويس؟ شو القرار اللي أخذتيه أنت جويس بهالكتاب؟ كيف تكملي حياتك؟ أكيد أنه تكون مثمرة، فروتفل وصني كمان. نعم. يعني في جويس، في من جويس موجود بكاساندرا وبالتالي بجولي. أكيد. شو أخذك على أمريكا بهالكتاب أو بهالقصة؟ أنا كنت أحلم من أنا وصغيرة أنه أقدر أنشر كتابي مع واحدة من الشركات يلي عندها نيويورك تايمز بست سيلرز تايتلز، من دور النشر المشهورة المعروفة بأمريكا. صحيح. يعني وقتها رحت على أمريكا ما كنت بعرف حدا بهيدا المجال. بلشت أسأل وشوف. يعني رحتي ما عندك شيء بإيدك إلا كتابك. مزبوط. هل قد كان عندك ثقة بهالعمل؟ في عندي حلم، والحلم وقتها يربى. نعم. بقلبك بتحسي انه ما في شيء حيقدر. نعم. يوقفك انك توصلي، بكون دافع لك. يعني صحيح. يعني بتواجهي كل الامور بشغف حتى ولو كانت تحديات كبيره. صحيح. ورحت بلشت اسال من شركه لشركه حتى قدرت اعرف اي شركات بينشروا الفيكشن نوفلز. نعم. القصص الخياليه، واخر شيء عند مورغان جيمز لقيت انه بينشروا قصص خرافيه، عندهم نيويورك تايمز بست سيلرز، يعني هن من اهم الشركات اللي موجوده بامريكا، وسعيد اني يكون عندي ابروفل معهم ونقبل. نعم. كتابي. وكتابك ديفرنت مايندز اليوم موجود باهم مكتبات امريكا، بارنز اند نوبل. مزبوط. بكل المناطق الامريكيه، وكمان على امازون واول اي بوك ستورز، يعني عبر الانترنت كمان بيقدروا يحصلوا عليه. مزبوط. بلبنان شو كانت الاصداء على هالكتاب؟ موجود كمان بالفيرجن بوك ستور، فيرجن وليبيري انطوان. و سو فار يعني الفيدباك كان كثير حلو من العالم يلي قريوا الكتاب. هو ما صار له زمان بلبنان، فالعالم يلي قدرت تخلصه سو فار حطوا نايس ريفيوز عنه، ويعني الريفيوز بيقدروا يلاقوهم على الفيسبوك بيج تبعي. بعد القراء والمتخصصين نصحوك انه تعملي مانوسكريبت او سكرين بلاي لفيلم. صحيح. للسينما، عم تشتغلي على هالموضوع؟ مزبوط، هلا في شخص عم يكتبه فور يعني از سكريبت فور موفيز، ورح نقدمه على الهوليوود كونتست. في كتاب تاني حاليا عم تشتغلي عليه بعنوان ذا مونستر، خبرينا عنه شوي. ذا مونستر بيحكي عن رئيس الجمهوريه الجديد تبع امريكا، انه هو كان ما بحب انه يبعت اي شخص للاعدام لو شو ما تكون جريمتهم، فبيعمل مشروع بفينيكس بصحراء، بيعمل نوع من الحبس يلي هو لابوراتوري بنفس الوقت، وبيستعمل العالم يلي مفروض يعني to be sentenced to death by law، يلي ينبعتوا على هيدا لابوراتوري بريزن
ويعطون الأمراض اللي ما في إلها علاج ويجربوا عليهم كرمال يقدروا يلاقوا علاج جديد. حلو. سسبنس يعني شوي. مزبوط. فيكشن أكثر. وهون رح تنشري أولاً بلبنان أو كمان رح ترجعي لأمريكا؟ لا لح هو يعني أنا لقيت أنه أحسن شيء بلش بأمريكا لأنه أكبر عدد قراء بالعالم هن بأمريكا. صحيح. فحبيت أني ابتدئ من أمريكا ووصل كتبي على لبنان. عم تقدمي motivational course أو إذا بدك speech بعدة جامعات بلبنان ورح تنتقلي لاحقاً لأمريكا حتى تقدمي كمان هالكورس بعنوان How to pursue your dream، كيف تحقق حلمك. خبرينا شوي عن هالموضوع. أنا حبيت أني أول شيء بلش بلبنان بالmotivational speeches تخبر التلاميذ أنه ما في شيء مستحيل، كل واحد عنده حلم لازم يلحقه. أنا وصغيرة بلشت أتعلم English Literature، غيرت ميجر لأنه افتكرت أنه في مستقبل أحسن بالبزنس. نعم، درستي Banking and Finance كمان. مزبوط. عندك دبل ميجر. صحيح. وبعدين لقيت أنه أنا ما في بعيد عن الموهبة اللي عندي إياها، فأحسن أني اشتغل بموهبتي، وأكيد إذا هاي موهبتي وبحبها كتير رح توصل أنها تعمل لي أحسن. نعم، وعم تنجحي فيها بنفس الوقت. مزبوط. وحبيت أنا أوصل لكل تلاميذ قلون أنه سعوه لحلمكم، ما توقفوا لو شو ما يكون في مشاكل. فهيدا الموتيفيشنال سبيتش بلشت فيه بلبنان، كمان رح أعمله بأمريكا، هو اسمه How to pursue your dream on a young age. At a young age. حلو. At a young age. هيك بيستفيدوا من خبرتك أو بتشاركيهم خبرتك حتى هالقصة تكون عبرة أو دافع لقلهم حتى هني كمان يسعوا قد ما كانت الصعوبات كبيرة. كلنا عنا أحلام بحياتنا جويس، ولكن مثل ما قلت بالبداية كتار بيسعوا كل حياتهم وما بيقدروا يحققوا حلمهم لسبب أو لآخر. أنت بعمر صغير بتقولي حققتي حلمك، تعتبري حالك محظوظة أو هالقد أو العمل حتى وصلتي للمكان اللي أنت فيه اليوم، او ممكن اثنين؟ هو ما في شك انه الحظ بيلعب دور بكل حياة انسان. نعم. ولكن كمان ما فينا نتكل على الحظ، الشخص لازم يسعى حتى لو في مشاكل، يشوف ما يوقف عن المشكله، يشوف شو في اشياء يقدر يعملها تقدر يتخطى هذه المشكله ليوصل ابعد. نعم. لان كل شخص اذا وقف عن المشكله اللي وصلت ما بيقدر يكفي، فبده يعمل ريسيرش، يروح ينبش شو الاشياء ليه غيره قدر يوصل. نعم. شو عملوا اشياء جديده، شو في اشياء هو ممكن يبتكرها ليقدر يوصل، تلفت الانظار، يقدروا يلاقوا انه هيدا الشخص عن جد عنده الموهبه، في عنده شيء غيره ما عنده اياه. نحن منهنيكي على هالعمل جويس، وبالفعل انت مثال للشباب اللبناني اليوم اللي عنده يمكن احلام كثيرة كمان وبحاجه انه يشوف اشخاص مثله عم بينجحوا مش بس بلبنان انما كمان بدول الغرب. ناطرين اعمالك الجديده وبنتمنى لك كل التوفيق، ومش عاطلي كمان بالرسم، شفنا رسمتك، انت رسمتي صوره الغلاف، منهنيكي كمان. اهلا وسهلا فيكي. ثانك يو. واقفه مشاهدينا ومنكمل حلقتنا مع ريليشن شيبس.